السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم هاد الدريس الصغيور اللي تيكون هنايا في الجنب ديال العمل اللي نتوما قمتوا به. انا هنا قمت بهاد العمل هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دائما غادي نبدا هذه اللي كتوريت لكم في الدرس السابق كيفاش تفتحوا نصف طوق من الاعلى. هنا غادي نبداو من هاد الجهة العلوية، انا غادي نبدا من هنا، غنوريكم الخدمة من هاد البلاصة من هنا فين هادي. غادي دابا غادي نبداو العمل من هنا، غنبداو الدرايسات ديالنا من هاد الراس اللي درنا اللي قطعناه في الاول. نثبتو الخيط اولا، انا هنا اشتغلت بالخيط مبروم على ثلاثة شعرات. من بعد ما نثبتو الخيط دابا غادي نبداو العمل ديالنا. جرينا هاد الثوب واحد شويه بحال هكا الفوق باش نشوفوا هنا شنو كنديروا. غنضربوا هنا ما بين كل وحده بحال هكا، نبداو الدريسات ديالنا. درس بسيط سهل تعطي جماليه للعمل. اللويو هنا جوج لويات كيف ما كتشوفوا، نضربو هنا في الوسط ديال هاد الطرف الصغير اللي درنا. ثبتوه، غنضربو هنا ما بين هادي. هنا غادي نخدمو بحال هكا بهاد الشكل هذا. كنثبتو الخيط الثاني، هنا غادي نخدمو عادي جدا، نرجعو نضربو في دوك الغرز الاولين اللي كونا، نضربو في الراس ديال هاد الدريس الاول اللي درنا، وغادي نرجعو عادي جدا. العمل ساهل وبسيط. هنا تكونات عندنا واحد العين غادي نخدموها. ودائما نضربو ما بين هاد الغرز الاولي اللي كوناهم في الاول ديال العمل، ونرجعو ونضربو في هاد الغرزة اللي تكونات عندنا. هاد الدرس هذا تقدروا ديرو كبير صغير، كل واحد على حسب الذوق ديالو، ماشي بالضرورة تستعملوا نفس العدد اللي انا استعملت. احنا هنا طلعنا ثلاثة طلعات، ممكن طلعوا أربعة خمسة اللي بغيتو. دابا هنا واحد جوج ثلاثة، نعتذر منكم على الإزعاج، جينا قراب للشارع. هنا دابا غادي نثبتو هاد الدرس هذا، غيتبت وغنبداو درس جديد. غنخليو هادي ما غنرجعوش نطلعو عاوتاني، غنبداو درس اخر واحده اخرى جديده، نفس العمليه اللي قمنا بها في الاول غادي نرجعو نقومو بها مره اخرى. دائما كلويو على جوج، بغيتو تلويو على ثلاثه ماشي مشكل، الدرس كيجي كبر من جوج. استمروا في العمل. من بعد هاد الدرس هذا ما يبقاش غنثبتوه، ونرجعو نثبتوه في التوب. غنكمل هاد الدرس وغادي نرجع نثبت في التوب. غتكملوا بنفس الطريقه، اي واحد احتاج اي مساعده يقدر يطرحها لنا في التعاليق.
كنتمنى ما تبخلوش علينا بالإعجاب، وكنشكر جميع المتابعين. تكملوا العمل كيف ما شفتوا معايا بحال هكا حتى توصلوا للنهاية. هنا دابا غادي ناخدو خيط مبروم على جوج وغادي نبداو الخدمة. وانا هنا بديت، غنوريكم الطريقه كيفاش. طلعوا الخيط، حاولوا تطلعوه من وسط العين اللي كاينه الفوق، هاد العين اللي في الراس، هاد العين، هاد العين اللي كاينه في الراس ديال هاد المثلث هذا. دابا غنثبتوا هذا في نفس الوقت، غنثبتوا لا بهالطريقه هذه. جرينا الخيط، ثبت لينا هاد التريس الاول. دابا غنثبتوها الثاني، نحاولوا مره اخرى نطلعوه في الراس ديال هاد المثلث. دائما في المتجر غادي تجر لكم هاد، تكملوا بنفس الطريقه دائما. نطلعوه في الراس ديال هاد المثلث. انا هاد الطريقه كتجيني صراحه سهله، غير كتجري الخيط كيتجر المثلث. هنا غنوريكم الخدمه كامله كيفاش طلعت. صراحه هي هذه الخدمه، هذا هو العمل. انا فضلت هنا انني ندير هاد الديكور هذا، درت هنا استعملت العقيق، وهنا استعملت البريد فقط، هنا بريد عادي جدا. وهنا درت هاد الديكور هذا بسيط، ودرت هنا هاد الدريسات صغار بشي تجي الخدمه مزيانه. وهنا هذه الاخر وحده ما ثبتش هادو، بحال هكا غادي تجي هي هذه الخدمه. هذا هو العمل. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة. انتظرونا، مازال عندنا الجديد ان شاء الله.